السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ بصوا، شايفين القطعة دي كانت قطعة سبوع، بس طبعا الولاد دمروها، فانا حبيت ان انا احاول ان انا اظبطها معاكم كده، بس يعني عايزين نعدلها ونعملها بطريقة كويسة، بس انا حبيت اوريها لكم قبل ما اما اجدد فيها. طبعا معانا القطعه اللي انا عايزه احطها فيها من جوه، ومعانا القطعه اللي انا هعملها زي كرانيش كده كشكشه عشان احطها لها من بره. فجبت ابره وخيط اهو، وهنبدا بقى ناخد البدايه. طبعا انا لزقت ايدي السبت عشان كانت مخلوعه، وهبدا دلوقتي اخد القطعه دي من البدايه اهي، واحاول ان انا امشي معاها مع الوصلات اللي فيها اهو، ونبدأ ناخدها كده في العدل اهو كده. اهم من الشغل تظبيط الشغل. هنا بقى بصوا، انا كشكشتها اهي بالابرة والخيط اهو، وابدأ بقى هنزل بالشمع هنا في البداية بتاعت السبت عشان برضو اتبت على الحرف بتاع السبت معانا. طبعا ده بيبقى موجود سبت سبوع اي حاجة، انا بحب اشتري الحاجات دي من عند بتوع السبوع، قطعة او اتنين عادي بيبيعوا يعني. بصوا اهو، انا عايزة ما يبانش ان هو معمول، انا عايزاه يقولوا جاي كده. بصوا اهو، وهبدأ بقى ان انا الحم فيه الحرف. انا عايزة سبت مكشكش، والكشكشة بتاعته طبعا شيك اهو اهو. بصوا، عشان برضو ما يبقاش طاير قوي يبقى فيه اهو. بصوا، طبعا انا بحاول ان انا افرد الكشكشة اهي زي ما انا عايزة اهو. ممكن على فكرة تجيبوا، لو حد عنده سبوع او حاجة يجيبوا الحاجات دي ويغلفوها هما اهي، ويعملوها بالفينش اللي هما عايزينه. بصوا، هي الحاجات دي كلها بسيطة وسهلة اهو. اهو شايفين، فكرة بسيطة جدا وسهلة قوي، وتزودي كشكشه زي ما انت عايزه. بصوا اهو، انا سايبه الابره فيها عشان ازودها كشكشه زي ما انا عايزه، اكبر اصغر حسب ما السبت يخلص معايا. بصوا اهو، شايفين. طبعا هاجي هنا بقى للقطعه الاخيره دي، هحاول ان انا اثبتها في الحرف هنا اهو، واشرب بقى الكشكشه دي للقطعه اللي معايا لان كده نعتبر احنا كده خلصنا السبت معانا. ودي الابره بتاعتنا، هحاول ان انا اقطعها اهو، بقفل عليها بالخيط عشان اطلع منها الابرة اهو. فكرة سهلة وبسيطة جدا جدا اهو. بصوا، اما ايدي بتتلسع من الشمع بحذف المسدس عشان هو اللي لسعني. تمام كده. طيب هنعمل ايه بقى؟ طبعا شايفين الحتة دي طبعا مغيرة ولونها مغير، فانا معايا اللزق السلوتيب ده، هحاول المقدمة بتاعته الزقها انا بالشمع اهو، وهمشي بقى مع السبت بتاعي اهو. شايفين الفكرة اهو، هحاول ان انا اوسع عشان ابين
اللون الابيض من التغليف اهو، بصوا شايفين اهو. وهنزل بقى بنهاية الايه السبت هنا، ومش كده وبس بقى، انا عاوزة امشي على الايه الدانتيل بتاعنا ده كده، بس هو مش عايز يلزق عليه، شايفين بيطلع من هنا خلاص. ممكن احط له حاجة تانية، عايزين برضو شغل ايه يكون نضيف. طيب القطعة اللي جوه بقى، يعني هو كده احنا قفلناه، ممكن احط له مثلا ايه الاستراس ده، اجيب مثلا تلات او اتنين جزء من الاستراس اهو، واثبتهم على الحرف هنا من بره. بصوا هتغير طبعا الشكل تماما اهو، شايفين هيبقى احسن من الايه اللزق بتاعنا اهو. شايفين الفكرة؟ شايفين؟ انا حاسة ان هي مش باينة معاكم زي ما هي باينة معايا جدا، يعني بصوا حلوة قوي قوي اهو. وابدأ ان انا اثبت طبعا الحرف ده، هاخد بقى قطعة تانية والف السبت كله. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا لفيت على السبت داير ما يدور اهو، بس في حاجة حبيت اعملها قدامكم، ان الحتة البامبة دي انا عايز انزل بيها، بدل ما هي في النص انا عايز انزل بيها لتحت اهو، عشان يبقى البرواز لتحت اهو. بصوا هتبقى الشكل طبعا هيختلف ويبقى حلو جدا، بصوا اهو. واثبتها برضو من فوق وايه ومن تحت، طبعا زي ما انتم شايفين كده الشكل العام بقى، حاجة كده مش قادرة اقول لكم اهو. حاول ان انا اثبتها. وفي كمان فكرة اهي، بصوا يعني انا لو عملت مربعات كده، بصوا كده اثبت الحتت العالية بس اهي، بصوا هتغير طبعا الشكل تماما اهو. اهي شايفين؟ شايفين قالت ازاي؟ اهي مثلا هنزل بدي كده عدل، واخد قطعة تانية اهي مربعة اهي، اثبتها هنا عشان يبقى باين ان هو يعني متطعم من بعضه كده، بيبقى شكله شيك اهو. احاول برضو انزل هنا بنقطة اهو، بصوا شكل السبت محدش هيتخيل. المهم بقى دلوقتي انا معايا قطعة من الايه الفل دي، هحاول ان انا اطبق دي اربعة عشان تبقى شكلها حلو كده، وهي يعني واضحة اهو اهو. وهاجي على الحرف ده برضو اثبته كده اهو، الشمع برضو بيحرق بحاول اهو ان انا اثبته، وانزل بيها بقى كده، يبقى البامبا بقى بره وجوه. ممكن احط فيها دباديب، ممكن احط فيها حاجة، بس الفكرة اللي انا عايزة اقول لكم عليها كمان اهو، ان انا عايزة اجيب الاسترس ده طبعا البداية بتاعته اهي، وهمشي بقى مع الشكل بتاعنا كده عشان يدي شكل حلو وجمالي للسبت بتاعنا اهو. شايفين؟ شايفين الفكرة؟ بصوا خلت السبت شكله جميل ازاي، انا مش عارفه هي ليه مش واضحه زي ما هي جميله قوي كده في الواقع معايا،
واجي هنا برضو على القطعة دي، هحاول برضو ان انا اثبتها اهو وامشي معاها اهو. بصوا طبعا اختلفت تماما اهو، وهاجي هنا اقفلها اهو. بصوا شكل السبت عن قرب، شايفين الجمال؟ انا مش عارفة ليه هو مش واضح زي ما انا شايفاه كده، حلو قوي. وهحاول بقى اثبت هنا القطعة دي برضو تحت عشان الولاد ما يطلعهاش والفل طبعا يلزق. اهو بصوا، بصوا شكل السبت، بصوا كده بقى انا بعمله سرير للبنوتة دي اهي، الدبدوبة دي عملته كده. بصوا ايه رأيكم، عملتها كده الدبدوبة دي، يبقى هو سبت لنومة الدبدوبة اهو. ايه رأيكم في الشكل بقى؟ وبصوا الترتر والاستراس والحاجات دي، بصوا الشكل. حد يتخيل ان ده السبت اللي كان مقطوع؟ يعني بصوا كان مرمي خلاص هيترمي. بصوا بقى مرجيحة او سبت او سرير للنونة، ايه رأيكم في الجمال ده؟ ممكن حتى لو انتي مثلا بنوتة عندك ولا حاجة وتعمليها لها كهدية لعيد ميلاد او حاجة. بصوا سبت جميل، وطبعا الاكسسوار بتاعه جميل. اتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها. باي باي، سلام.